السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالكم استفهام عام. الفيديو ديال اليوم مهم بزاف لأنه يقدر يغير لك حياتك. هادشي علاش بغيتك تسمع مزيان وتركز معايا في أي حاجة غنشرحها لك، لأنها خارجة من القلب ومجربها والنتائج ديالها غادي تصدمك. بزاف ديال الأصدقاء كيتواصلوا معايا وكيعاودوا لي الظروف الصعيبة ديالهم وكيفاش بغاو يبداو العمل في الانترنت لكن ما عندهمش راس المال والخبرة الكافية. لهذا قررت انني نشرح لكم اليوم كيفاش غنعرفوا السلعة اللي غتمشى لنا هنا في المغرب، وكيفاش نجيبوا هاد السلعة من الصين، وفين غنقدروا نحطوها باش نعاودوا فيها البيع. اذا على بركة الله غنبداو الشرح، لكن قبل ما نبداو دير جيم الفيديو وبارطاجيوه مع الاصدقاء العزاز عليكم باش الكل يستافد، وكذلك نلقاو واحد التفاعل اللي غيحفزنا اكثر في الفيديوهات القادمه باش نجيبوا لكم دائما الجديد والاحسن والافضل ان شاء الله. اذا غنتقلوا لشرح الدرس. اذا اول حاجه غنجاوبوا عليها هو منين غنشريو السلعه. من طبيعه الحال من افضل المواقع الالكترونيه اللي نقدروا نشريو منها واللي معروفه عالميا هو موقع علي اكسبريس. تقدم لنا مجموعه من المنتوجات اللي الاثمنه ديالها رخيصه ورخيصه بزاف، اللي غادي يقدر يكون عندك واحد الهامش كبير ديال الربح فيها الى عاودتي فيها البيع هنا في المغرب. لذلك غنشرح لكم كيفاش غنقدروا نجيبوا واحد الكونتيتي محدده من خارج المغرب، وكيفاش غادي نحاولوا ما تشد لناش في الديوانه، ثم كذلك غنوريكم كيفاش غادي نروجوا لهاد المنتوجات باش نبيعوها هنا في المغرب. هاد الطريقه اللي غنوريكم طريقه سهله جدا، وهي طريقه للمبتدئين، وكونوا على يقين بانها مضمونه. وبزاف ديال الاصدقاء كانوا هضروا معايا في البريفي وشرحت لهم الطريقه وخدامي بها كيدخلوا بها الفلوس لحد الان. وكاينين شي اخوان كاع اللي تطوروا وداروا السطور ديالهم وبقاو كيبيعوا في الانترناسيونال وحتى في الناسيونال. لهذا فهاد الطريقه اللي غنوريكم هي البدايه وهي الخطوات الاولى ديالك ان شاء الله باش تبدا تربح من الانترنت. فاول حاجه اخوتي كنعرفوا كلنا الفيسبوك وكل شيء عنده هذا الفيسبوك، لكن ماشي كلنا كنخدموه بالطريقه الايجابيه اللي خصنا نخدموا بها. فاول حاجه غادي دير غتمشي غتكري واحد الكونت جديد، غتحيد فيه جميع الاصدقاء اللي ما غاديش تستافد منهم واللي ديما كيلهيوك. لان اول مشكل عندنا هو ان كتدخل انك بغيتي دير شي حاجه في حياتك كتلقى شي صديق ولا شي حد كيكون حاط شي صوره، كيكون حاط شي فيديو، كيقدر يتواصل معك، كيتلفك وما كيخليكش تركز على العمل ديالك. وكذلك الصفحات المغربيه مجموعه من الصفحات اللي تافهه واللي كتشتت لك التركيز ديالك. هادشي علاش دير واحد الفيسبوك جديد، حاول تدخل المجال اللي بغيتي تخدم به، دخل لي جروب الخاص بالتجاره مثلا، حاول تدخل بزاف ديال الجروبات، حاول تستافد من الاصدقاء، حاول تشوف المنشورات اللي كينشروهم، وبذلك غتكون دائما انت في تطور، وان شاء الله ما غاديش تلقى شي حاجه اللي غادي تلفك على الهدف ديالك. تال هنا مزيان، حنا درنا الفيسبوك مثلا ديالنا. الحاجة اللي غادي نديرو هي غنمشيو للماركت بليس، يعني هاد السوق الالكتروني اللي حطوا لنا فيسبوك واللي القليل منا اللي كيستافد منه. اش غندير؟ غنحاول ننزل هنايا ونشوف بعض المنتوجات اللي حاطينهم الاصدقاء، او لا مثلا نختار انا واحد المنتوج. مثلا غنختار ساعات، خصوصا الساعات الالكترونية الان عليها واحد الطلب كبير والثمن ديالها قليل، تقدر تعاود فيها البيع هنا. مثلا غنجي هنا وغندير واتش، كما كتلاحظوا واتش هي ساعة باللغة الإنجليزية، تقدر تكتبها باللغة العربية. وهنا غنشوفوا مجموعة من الساعات، لاحظوا معي إخواني. فمثلا هاد الساعة الاسم ديالها هو واتش دي 20 إكغريك 68. غادي نمشيو لعلي إكسبريس وغادي نكتبوا هنايا واتش، غنرجعوا دي 20 إكغريك 68. اذا ها هي، غنديروا ريسيرش هنا غيطلع لنا الثمن الاصلي ديالها باش نتاكدوا منها واش هي ولا ماشي هي. اذا ها هي، غنرجعوا اذا ها هي، غنرجعوا هنا كيف كتشوفوا نفسها. هاد الصديق داير لها الثمن 120 درهم، وهنا غتقام عليك ب 50 درهم وليفريزون غراتوي.
باش ما نطولش الفيديو. بالنسبه للاصدقاء اللي ما كيعرفوا والو على علي اكسبريس، ما عندهمش بطاقه باش يشريو من علي اكسبريس، ما عرفوش البنك اللي يختاروا، فراني درت واحد الفيديو اللي غنخليه لكم في الوصف، اللي هو هذا قدامكم، هو فيه طريقه الشراء من علي اكسبريس بارخص ثمن، وكذلك احسن بنك اللي تقدر تعاونكم في هذه العمليات ديال الشراء بدون اقتطاعات، باش نسدوا هذا الجانب. اذا هذه بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوا والو وما عندهمش لاكارت باش يشريو. اما بالنسبه للاصدقاء اللي عندهم لاكارت انترناسيونال فغتبعوا معايا. مثلا لقيت انا هذه الساعه، هذه غنجي هنايا عندي فري شيبي، اذا الشحن مجاني. اول حاجه غادي نديرها باش ما يضيعوش ليا فلوسي، لان راس المال ديالي غيكون قليل، اش غندير؟ غنجي لهنا وغادي نشوف كيفاش مقدم علينا هذا الصديق. اذا نشوفوا لي ديتاي. مقاومه للماء، تدعم تقنيه البلوتوث، مكالمات، اشعارات، احوال الطقس، حساب التمارين الرياضيه ودقات القلب. يعني هذه الميزات جميله وجميله جدا، خصوصا مع الثمن ديالها اللي ما كيفوتش 50 درهم. اش غادي ندير انا؟ غنجي لهنا وغادي نكري واحد الارتيك، يعني غادي نحاول انا نحط المنتوج ديالي. هنا كيسولوك هذا المنتوج اللي غادي تحط فاش، غنحاول ندير انا الاختيار الاول هنايا. هنا غادي يقولوا لك عطينا الصوره ديال هذا المنتوج. اول حاجه غادي نمشي لهنا على الاكسبريس، نمشي للمنتوج، غادي نحاول نختار اما هذه الصوره ولا شي صوره اخرى اللي مغايره للصوره اللي حط الصديق ديالنا. هذا عباره عن فيديو، يمكن لكم تاخذوا صوره. هنا غادي انغوجستخيوها بهذه الصيغه، ولا بغيت تحولوا هذه الصيغه غادي وغتكتبوا webp2jpg، وهنا غتدخلوا الموقع الاول وغتهزوا الصوره اللي حملته، وغادي تحول لكم بكل سهوله باش تقدروا تهزوها وتحطوها في هذا البوب ديالكم. طل هنا مزيان. بالنسبه لهنا غدير العنوان اللي هو الاسم ديال هذه الساعه. تقدر تاخذ جميع المعلومات من هذا الصديق، مثلا تاخذها بحال هكذا ودير العنوان بحال هكا، وتزيد عليه شي حاجه ولا تنقص عليه شي حاجه باش ما يكونش مشابه للصديق ديالنا. وتقدر كذلك تكتبوا باللغه العربيه. وهنا غتجي وغدير البري، مثلا هذا الصديق حاطها ب 120 درهم وانا شريتها ب 50 درهم، نقدر ندير لها 100 درهم. الا ربحت 50 درهم في هذه المكانه فراه الله يجعل شي بركه، يعني دوبلت الفلوس ديالي، فراه مخيره ومخيره بزاف. اذا هذا بالنسبه للثمن. هنا غادي نختاروا الكاتيجوري، بالنسبه لينا هنا عندنا الكترونيك، غنجيو هنا وغادي نقلبوا على الالكترونيك فين جات، ها هي الكترونيك. دونك هنا الكترونيك اي اورديناتور، ثم هنا ليطا نوف يعني جديده، وهنا الديسكريبسيون. بالنسبه للديسكريبسيون هذا الصديق ديالنا غنحاولوا ناخذوا منه الديسكريبسيون كما هي، نديروا لها كنترول سي ثم هنا كنترول في. اذا هذه هي الامتيازات اللي تقدم لنا هذه الساعه. هذه يمكن نضيف عليها شي حاجه ويمكن نقسم منها شي حاجه باش ما يكونش مشابه 100% للصديق ديالنا. من بعد هنا غادي نختاروا الصوره، اذا ها هي الصوره ديالنا. تكتبوا مثلا هنا تخفيض رهيب ولا تخفيض رائع، شي حاجه اللي غتجر الشاري. ومن بعد هنا غديروا الثمن ديالها اللي هو فقط 100 درهم، وبالتالي هذه الكلمات كتجر الناس باش يشريوا هذه السلعه ديالك. وبالنسبه ل 100 درهم ما ديروش 100 درهم، ديروا 99 درهم. يعني هذه المعطيات اللي كنعطيك فكيقراو عليهم الناس، لانه كتعاونك بزاف في المنتوج ديالك. فكما كتمشيو مثلا اسواق السلام ولا كتمشيو المرجان، كتلقاو بعض الاثمنه اللي فيها 1699 2999، فالناس داروا دراسات على هذه الطريقه هذه باش حطوا هذا الثمن بديك الطريقه اللي كتجر الناس يشريو من عندهم. وما تنساوش ديروا الواتساب ديالكم، لان هذا الصديق الغلط اللي دار هو انه ما دارش الواتساب ديالو، وبالتالي غادي يبقاو الناس يصيفطوا ليه في الفيسبوك. لا اخي، حاول دير انت هنا رقم الهاتف ديالك باش الناس يتواصلوا معك في الواتساب وتقدر تبيع وتشري معاهم بكل سهوله. اذا انت لهنا كل شيء واضح. من بعد انا قبل ما غادي نشري هذه الساعه غادي ندير كاع هذا الشيء اللي كتبت هنا، وغادي ندير سيفون وغادي نحطها على اساس انها عندي. ومن بعد غادي نمشي كذلك ونهش منتوج اخر من ماركت بليس، وغادي نحاول نبارطاجيه حتى هو بنفس الطريقه، نقلب عليه في علي اكسبريس ونجي نحطه في فيسبوك
ونبارطاجيه مع الناس. من بعد ملي كيجيو الناس يبقاو يسولوني 10 5 ديال الناس، اذا الناس عندهم اهتمام بهذا المنتوج، وبالتالي ديك الساعه غادي نمشي نشريه من علي اكسبريس وغادي نقول لهاد الناس سمحوا لينا راه السلعه تقادت لينا مباشره. ملي غتوصلنا السلعه غنتواصلوا معكم وغتخليوا هذيك البوب نفس الهضره اللي قلتوها غتبقاو تعاودوها للناس اللي غيتواصلوا معكم. من بعد ان شاء الله غادي تجيو لعلي اكسبريس، طريقة الشراء راه شرحتها ولكن ماشي مشكل نعاود نشرحها. غتجيو هنا غديروا فري شيبين مثلا باش يطلع عليكم جميع المنتوجات اللي الشحن ديالهم مجاني. ثم هنا مثلا فاش اخترنا هذه الساعة هذه غادي نحاولوا نختاروا 4 في الكونتيتي، يعني 4 نتاع البياسات. وقبل ما نشري من عند هذا الشخص هذا غنجي هنايا غادي نمشي للستور ديالو، غادي نلقى هنا كونتاكت ناو وغادي ندخل عنده باش نحاول نتواصل معاه. وهاد الحوايج اللي كنقول لكم اخوتي كونوا على يقين ماشي كلشي غادي يعطيهم لكم. هاد الطريقه اللي كنوريكم دابا كنت خدام فيها في ايباي وكنت خدام في انترناسيونال، يعني كنشبي جميع دول العالم. وقبل ما نشري اي منتوج كنجي هنا كنتواصل مع الفوندور يعني مع البائع، كنكتب ليه هنا واحد الرساله راه يمكن لكم تكتبوها بالعربيه هي كترجم. انا كنت نتواصل معهم دائما باللغه الانجليزيه ومثلا تهضر معاه على اساس انت شركه. فمثلا غتقول ليه مرحبا اخي حنا شركه، وغتذكر الاسم ديال ديك الشركه مثلا وهميه، وغتقول ليه درت واحد الجوله في المتجر ديالكم وعجبوني بزاف ديال المنتوجات لان الجوده ديالهم تتبان زوينه وكذلك الثمن مناسب بالنسبه ليا، لذلك ما كرهتش انني نكبر هذا البيزنس معاك ونمشيو لابعد نقطه ان شاء الله. هكذا غتخلي لي الميساج. ملي غتصيفط الرساله الاولى غتعاود ثاني تصيفط رساله اخرى من تحت منها وغتقول ليه بغيت ناخذ هذا المنتوج، وغتسمي ليه السميه وتحط ليه الرابط ديال الساعه وتقول ليه باللي بغيت نشري من عندك 4 ديال الوحدات من هذا المنتوج وبغيتك دير ليا واحد ديسكونت، يعني واحد التخفيض اللي يزعمني انني نتعامل معك مره اخرى. كن على يقين غادي يعطيك واحد دولار ولا جوج دولار على كل ساعه، وبالتالي هنا غتضاعف الربح ديالك. لانك اخي خصك تفهم واحد القضيه بزاف بالنسبه للتجاره خصوصا البيع والشراء، فالربح كيكون في الشراء ماشي في البيع. باش ما حاولتي انك تشري المنتوج باقل ثمن الا وكنتي غادي تحقق منه ارباح اكبر واكبر. حتى لهنا خوتي مزيان تقدر تصيفط لهذا البائع وتقدر تصيفط لبزاف ديال الاشخاص مثلا 5 ولا 6، من بين هذوك 6 كن على يقين واحد ولا جوج غادي يستجب لك لهذاك الشيء اللي قلتي ليه وغادي يوافق على انه يخفض لك الثمن. هنا غنهضر لكم على الديوانه. فالاخوان القانون ديال الديوانه هو انك ما خصكش تفوت 1200 درهم على المشتريات ديالك اللي جايين من خارج المغرب، سواء جايبهم من الصين، فرنسا، امريكا، اي قنت اخر، ما تفوتش 1200 درهم، وكذلك ما تفوتش واحد العدد معين. لهذا اخوتي وكنصيحه دائما بعدوا من المنتوجات اللي كيكون الفوليوم ديالها يعني الحجم ديالها كبير، لانك غتقدر تشري منتوج واحد ولا جوج وتريسكي انه يتشد لك، لانه الناس ما عارفينش اش كاين لداخل، وبالتالي كتكون عرضه ان هذاك المنتوج ديالك غادي يتقلب في الديوانه ويقدر ما يدوش لك. ثم ثاني حاجه الثقل، ما تاخذوش شي حاجه اللي ثقيله، لان الثقل كذلك كيلعب واحد الدور كبير. فطبيعه الحال الا كان شي منتوج اللي هو ثقيل تلقى في كيلو ولا نص كيلو وكتلقى واحد العلبه اللي هي مجموعه، فطبيعه الحال غادي تقلب هذيك الكرتونه وغالبا ما غاديش تدوز. لذلك ركزوا معايا اخوتي، الحاجه اللي غتبغيو تشريو شريو الحاجه اللي هي خفيفه، شريو الحاجه اللي الحجم ديالها صغير. فمثلا هاد الساعات غادي نقدروا نشريو 4 ديال الساعات، 4 ما غاديش يتشدوا لينا، والا تحركت مزيان وبان ليا باللي هاد الساعات كيتمشى نقدر نشري اليوم، ومباشره ملي يشحل ليا البائع هاد الشحنه اللي فيها 4 غنعاود نتقدم من عنده 4 اخرى. عندكم خوتي تمشيو تقداو المره الاولى وباقي الفوندور يعني البائع ما صيفطش لكم السلعه ديالكم وتعاودوا تزيدوا تقداو 4 اخرى من عنده، فكونوا على يقين غادي يجمع لكم هذيك 8 في كولي وحده، لانه ماشي حمق انه يصيفط لكم كل كولي بالشحن ديالها، وبالتالي هنا 100% غتشد لكم الديوانه. لذلك ركزوا معايا اخوتي، دائما تيصيفط لكم السلعه ديالكم عاد حاولوا تاخذوا سلعه اخرى، ويمكن لكم ديروا الافراد نتاع العائله ديالكم يعاونوكم في هذه التجاره هذه، مره ديال السميه نتاع الاخ ديالك، مره الاب، مره الام، مره الاخت، مره انت، وغادي الامور ان شاء الله بدون اي مشكل. اذا هنا عرفنا كيفاش كذلك غادي نتجنبوا الديوانه، وكاين بزاف ديال الهضره على الديوانه، ولكن كنحترموا القانون
وكذلك بغينا الناس تحترم القانون، فممكن ليكش انك تخرق القانون ودير شي طرق اللي ملاوطه. فكاين بزاف ديال الطرق اللي غير قانونيه واللي ما كنصحكمش خوتي انكم ديروها. بديتي البزنس ديالك، حنا كنعطيوك الطريقه والديبار باش تبدا. ان شاء الله ملي غتلقى راسك قادر على انك تجيب كونتيتي كثيره، ما عليك سوى دير مقاول ذاتي ولا دير شركه ديالك، وتابع الاجراءات ديالك، وحاول تجيب السلعه ديالك من الخارج قانونيا، ما غتخلصش عليها شي حاجه كثيره. وما تخلعكمش الديوانه، وما يخلعكمش خارج المغرب، وهاد الناس اللي بقاو يخلعوا فيكم. في اي حاجه درتي فيها راسك اخي اختي راه غتوصل ليها. هي المهم الديبار، كنعطيكم انا الديبار، لان اصعب حاجه هو البدايه، والبدايه دائما هي فاش تنتهرسوا وكنكرهوا العمل وكنكرهوا اي حاجه باقي اللي تفكرنا في هذا الشيء. وبالنسبه للاصدقاء اللي غادي يشريوا اول مره من علي اكسبريس، فغادي نخلي لكم هذه الصفحه، الرابط ديالها غنخليه لكم في الوصف ديال هذا الفيديو. اي فوا غادي تدخلوا هنايا غتلقاو واحد الكوبون هنايا ديال 4 ديال الدولار، يعني 40 درهم غادي تنقص لكم على اي منتوج شريتوه من هذه المنتوجات اللي في هذه الصفحه هنايا. وكذلك يمكن لكم هنا تستافدوا من جميع هذه المنتوجات باقل من 2 دريال، يعني فابور هنا غادي نختار مثلا هذا الكلي يو اس بي. فلاحظوا معي اخواني الثمن ديالها هو 10 ديال الدراهم بالنسبه للاشخاص اللي اول مره غادي يشريو من علي اكسبريس. هنا غتختار اللون اللي عجبك، وهنا كذلك غتختار السعه اللي بغيتي. هنا فري شيبين يعني ثمن الشحن مجاني، وبالتالي تقدر تجيب واحد 4 ولا 5 ديال هاد لي كلي وتعاود فيهم البيع، وهذا غيكون دعم ليك باش تبدا التجاره الالكترونيه ديالك ان شاء الله. هذا من جهه، وكذلك غتجي الصفحه ديالي على الفيسبوك. بالنسبه للحساب الشخصي ديالي في فيسبوك فقريب يوصل ل4K، وبالتالي ما غاديش نقدر باقي نستقبل بزاف ديال الاصدقاء، لكن عندنا المجموعه ديالنا هي كذلك استفهام عام، دروب شيبين، اي كوميرس، كي دي بي، اي بوك، يعني مجموعه من المجالات كنشرحها في هذه الصفحه هذه. تقدروا اي تساؤل ولا شي حاجه تكري واحد البوست في هذا الجروب هذا، يقدر نجاوبكم عليه انا، ويقدر اي صديق يتواصل معك ويعاونك اخي اختي. لذلك لاحظوا معايا، فكنقوم بعرض مجموعه من المنتوجات هنايا كيف تلاحظوا، اما في الجروب ولا في الصفحه ديالي. ما عليك سوى مثلا تختار واحد المنتوج اللي ديجا انا رفعته. فهنا كما كتشوف هذا المنتوج ها هو هوتا ب 26 درهم، تقدر تجيبه هنا تعاود فيه البيع. وكذلك هنا غادي تكليكي غيطلعوا لك جميع المنتوجات اللي عليها تخفيض واللي ديجا شاركتها معكم، يمكن لكم تستافدوا منها لان الثمن ديالها كيكون قليل، والبروفيت يعني الربح ديالها الى عاودتي فيها البيع هنا في المغرب غتربح فيها اكثر واكثر. اذا حتى لهنا عطيتكم داك الشيء قليل، ما بغيتش نكثر عليكم باش ما تخلطوش لكم الافكار. اي حاجه او مشكل واجهكم حطوه لي في التعاليق غنجاوبكم عليه ان شاء الله. كانت شي حاجه اللي ايرجون حاولوا تتواصلوا معايا في الجيميل ديالي استفهام عام @ gmail.com، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. اذا خوتي وصلنا للنهايه ديال الفيديو، ما بغيتش نطولوا بزاف. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء المهتمين بالمجال، واذا كانت اخي اختي هذه هي اول زياره للقناه فما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا اول باول.